تعالي نرجع لحالة البهجة نرجعك تاني لكامل العدل. اتفضلي فوزية، نشوف مع بعض. طب عشان خاطري انا؟ ده انا قعدت اتحايل عليها عشان تنزل. البنت ما عندهاش ذوق، سايباني قاعدة برن أكتر من ساعة وهي حضرتها قاعدة فوق. يا حبيبة قلبي، هما بناتها كانوا نايمين، تلاقيها بس وتطمن عليهم. أهي جت أهي عشان خاطري. حلوة كده؟ أيوة تقصعي يا حبيبتي، حطي لي إيدك على وسطك. ها؟ أيوة كلميني كمان بالعين والحاجب، أنا مش فاهمة. أنت اتربيتي فين؟ اتعلمتي الحاجات دي منين؟ من المكسيك ولا البرازيل ولا أنت من أنهي بلد؟ ولا أنت جاية من أنهي داهية؟ داهية؟ ليلى بليز، أنا في بيتك. This is not okay. طبعًا. اسمعيني بقى يا بنت الناس، إذا كنت عايزة نعيش أنا وأنت في أمانة الله، اعتبريني زي أمك بالظبط. تسمعي كلامي وتنفذيه. بنات ابني يتربوا على عاداتنا وتقاليدنا، موافقه على كده؟ اهلا وسهلا. مش موافقه وهتمشي اللي في دماغك وتتلوي زي التعبان. لا كنا كويسين. اسمعيني بس. حبيتي تتلوي زي التعبان وتمشي اللي في دماغك؟ انا من سكه وانت من سكه. اكشن. انا هاخد بناتي انا ويل جو باك هوم. هوم مين يا مهو؟ مش قصدها. لا قصدها، اوعي كده. لا والله ما قصدها. اوعي يا ليلى. هم مين يا حبيبة قلبي؟ لا لازم تفهمي انك انت بتحلامي. انا بنات ابني مصريات اصلا، هياكلوا ويشربوا ويتربوا زي ابني ما تربى. مصريين يا حبيبتي، دي التربية اللي تعجبني انا، فاهمة؟ لا دول بناتي انا. If Omar was here he would not accept this. هي عصبية بتقول ايه بالظبط؟ بتقول لو عمر كان موجود ما كانش هيوافق. عمر الله يرحمك يا عمر، يا حبيب قلبي يا عمر، تعال شوف امك وهي بتتبهدل وبتتهان. لا يا حبيبتي، ولا بتتبهدلي ولا بتتهاني، ما تقوليش كده. لا بتبهدل وبتهان يا ليلى، عايزه تاخد ولاد ابني وتسافر، ده انا ممكن اموت كده يا ليلى. بعد الشر عليك يا حبيبتي، واحنا رحنا فين بس؟ هدي نفسك عشان خاطري، حسن وحسين زمانهم داخلين. لا يا ليلى، ده كتير كتير قوي عليا، كتير قوي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. هاتي ميه يا ام علاء. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا بدره. يا ب... اللي ما انا عارفه لك اسم ام عشان اعرف ادعي عليها. انا تعمل فيا كده؟ طب اهدي والنبي. انا تاخد مني العيال؟ لا انت رايحه فين؟ انا همشي. لا انا مش موجوده عشان خاطري. اعتبروني عشان خاطري ايه؟ فوزية مش متتنازلش عن أي حاجة. لا.